طيب أنا ممكن أتكلم عن المنحة من البداية للنهاية بالتفاصيل إن شاء الله، وإيه اللي خلاني أو إيه الأسباب اللي ساعدتني إن أنا أتقدم أو إن أنا أنجح في المرحلة، كل مرحلة، لأن الموضوع كان فيه تفاصيل كتيرة جدا يعني. ففي البداية كانت أول مرة سمعت عن المنحة، كنت سمعت عنها في معرض ستادي إن جابان فير كان بيحصل أو بيتم في جامعة القاهرة في الفترة اللي أنا كنت فيها، كانت تقريبا 2017. فاضطريت ان انا انزل لجامعه القاهره مخصوص وحضرت الايفنت، وبعد كده سمعت عن منحه الميكست من هناك. وبالمناسبه الاستوديو جابان فير لسه لازال بيتم وبيحدث في مصر كل سنه سنويا بتنظيم الجي مينا، وهيحصل السنه دي تقريبا في شهر 10 تقريبا. فالاستوديو جابان فير ده مهم جدا، يا ريت الناس تحضره. بيحصل حاليا في جامعات كتير جدا في مصر، ليس في جامعه القاهره فقط او عين شمس فقط، لان على فترتي كان في عين شمس او القاهره فقط تقريبا. بعد كده سمعت عن المنحة، تعرفت تفاصيل أكتر عن المنحة، وسألت كتير من السفارة، من الناس اللي موجودة في السفارة هناك في الفير هناك، وفهمت تفاصيل وعرفت اللي أنا محتاجه، وعرفت اتأكدت إن كل الشروط والمتطلبات للمنحة منطبقة تماما عليا. وبعد كده على أساسها بدأت أتحرك وبدأت أجهز أوراقي قبل المنحة تقريبا ما تبدأ بحوالي شهر تقريبا، يعني مثلا في أول شهر 4 بدأت أجهز أوراقي وأعرف إزاي أطلع الأوراق المطلوبة، ولو في امتحانات أو حاجة، مع إن تقريبا ما كانش في زي توفل أو حاجة مطلوبة، فبرضه كنت برتب لأخد توفل، بس لما لقيته مش مطلوب وهم طالبين في المنحة إن هم الأوراق المطلوبة فقط لا غير أنت اللي تجهزها، فبالتالي لغيت فكرة التوفل ولغيت فكرة الامتحانات الإضافية والكلام ده. بدأت أركز كل مجهودي على المستندات والأوراق اللي أنا بجهزها للمنحة، وعلى أساسها بدأت أخد خطوات يعني. في المرحلة الأولى طبعا وضحت كل التفاصيل عن بدأت الأول، نزلت الأول الأبليكيشن ونزلت الجايد لاين والكلام ده كله. فبدأت أقرأ وأشوف هم عايزين إيه مني كطالب للمنحة، لقيتهم مهتمين الطلبات الرئيسية أو المتطلبات اللي هم عايزينها أو المواصفات اللي تكون في الطالب اللي هم هيقبلوه، إن هو يكون مهتم بالثقافة اليابانية، مهتم باللغة اليابانية، مهتم بتعلم اللغة، ومهتم بالحياة والمعيشة في اليابان، ومهتم بأنه هو هيدرس بعد كده كمان، وهياخد تشالنج كبير جدا بأن هو هيدرس باللغة اليابانية في اليابان مع طلبة كلهم يابانيين حوالين منه، مش هيتكلم تقريبا اليابان، هتبقى اللغة اليابانية تقريبا هي هتبقى لغة الأم في مرحلة الدراسة بتاعته من بعد سنة أولى، اللي هي بعد الفترة اللي هي هيدرس فيها اللغة اليابانية. بعد كده من أول 4 سنين أو 6 سنين بتوعه، والفترة اللي هيقعدها في اليابان بتاعة الدراسة في الكلية، هتكون بالكامل باللغة اليابانية. فده كان تشالنج كبير جدا، وده عايزين واحد، هم اللي انا حسيته من الورق بتاعهم، من الورق السفاره او الورق المنحه، اللي هم محتاجين طالب هياخد تحدي زي ده وعنده رغبه ان هو يكمل في تحدي زي ده. بدات اوضح الكلام ده واوضح رغبتي والعب على النقطه دي في الابلكيشن بتاعتي، واكتبه في الابلكيشن واوضحه في الابلكيشن، وفي الاساي برضه اوضح حاجات زي ديت. ومن هنا الحمد لله ربنا كرمني وقدمت الورق وجهزت الورق كله وقدمته، وده كان سبب رئيسي اعتقد في ان هم قبولي في الفتره الاولانيه او في الفيرست سكريننج في الفحص الاولاني. بعد كده جت مرحلة بعد الفحص، جت مرحلة الامتحانات. لما بننجح في الفحص الأولاني بيجي يبلغنا إن أنت في عندكم امتحانات بتعتمد على التخصص بتاعك، لو أنت هندسة بتدرس امتحانات معينة بتاخد امتحانات معينة، لو أنت علوم بتاخد امتحانات معينة تانية، لو أنت أدبي بتاخد امتحانات تانية مختلفة. الثابت والرئيسي فيهم على المستوى الثلاث الاقسام او الثلاث اتجاهات دول اللي هو اللغه اليابانيه واللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه طبعا اجباري على الكل، واليابانيه برضو اجباري، ولكن حتى لو ما تعرفش ياباني فانت اللغه الانجليزيه بتاعتك لازم تكون كويسه، وعلى اساس ما يقيموك على اساس اللغه الانجليزيه ولا اساس اللغه اليابانيه. لو بتعرف ياباني ممكن يقيموك على اساس اللغه اليابانيه ولا اساس الانجليزيه. بعد كده في مثلا بعض الامتحانات، انا مثلا هتكلم عن الامتحانات بتاعتي لان انا كنت طالب هندسه، فهتكلم عن امتحانات الخاصه بطلبه هندسه. كان في امتحان ماثيماتكس او رياضيات، وبعد كده في امتحان فيزياء، وفي امتحان كيمياء. في امتحانات ربما اللي كان سبب رئيسي في ان الحمد لله اقدر اجتاز الامتحانات ديت، كان ان انا ما في امتحانات في اجزاء كتيره جدا في الامتحانات ما فهمتهاش او ما قدرتش احلها، لكن انا كنت مختلف شويه عن الناس اللي حوالين مني. كان في قلب الامتحان كان ممكن ينام،
في قلب الامتحان كان ممكن يقعد يتوتر ويقلق ويقلق ويعمل دوشة في اللجنة، وبيقعد يكلم في نفسه كده وعمال يعيط ولا عمال بيعمل حركات غريبة كده من بعض الطلبة كانوا هناك. فده كان اسباب كلها كانت اصلا بتوترنا وبتقلقنا كلنا جميعا، لان ده بيعمل دوشة في حجرة الامتحان. ولكن انا بقى كنت بحاول بقدر الامكان، انا مش عارفه بحاول افوته، كنت خدت نصيحه من السنباي بتاعي او الطالب اللي كان اتقبل في المنحه قبل مني السنه اللي قبلي، كان قال لي انت مش هتعرف تحل كل حاجه، فانت حاول حتى مش هتقدر تأدي في الامتحانات كلها بنفس المستوى اللي هو تبدا في كل الامتحانات، فانت حاول بقدر الامكان تأدي حتى لو في امتحان او في اتنين تأدي بكل قوتك، والامتحانات التانيه اللي ما قدرتش تأدي فيها مفيش اي مشاكل، شوف القوه النقط الماده اللي انت قوي فيها اشتغل فيها كويس جدا، المواد اللي انت مش قوي فيها ومش شغال فيها كويس يعني حاول برضو ايه تمشي حالك وخلاص، بس ما توترش نفسك على اساسها يعني، لان ده مش هي الاساس العامل الاساسي والرئيسي اللي هيحددوا عليه يعني ان انت تتقبل او ما تتقبلش. فبالفعل خدت النصيحة وبدأت أدخل الامتحان إن أنا مستعد تماما إن أنا هقابل نقط مش فاهمة ولا أي حاجة، كنت بحاول النقط اللي زي دي كنت بحاول افوتها يعني واسيبها للاخر خالص في وقت فيه مفيش، لان كمان الوقت ضيق جدا، الوقت حوالي ساعه وما كانش آلة حاسبه ولا معاك اي حاجه، وكل الاسئله وتقريبا بتحتاج آلة حاسبه سواء في الرياضه او في الفيزياء او في الكيمياء كلهم تقريبا بيحتاجوا آلة حاسبه، وحسابات كده بتبقى حسابات ارقام صغيره جدا، فده الموضوع كان بيبقى صعب جدا يعني. في الرياضه الحمد لله تقريبا كنت اديت فيها بفضل الله اديت فيها بشكل كويس جدا، كنت تقريبا اللي كان اسهل وافضل امتحان بالنسبه لي يعني في بالنسبه للثلاث امتحانات دولي. بعد كده الفيزياء الاول كان الانجليزي اسف، فالاول في الانجليزي طبعا كلنا ادينا فيه بشكل كويس كلنا يعني ما كانش فيه مشاكل كبيره، الانجليزي مش معقد، هو الامتحان اسهل بكتير من امتحانات زي التوفل او الايلتس، لان هو اصلا عباره عن جرامر بس، هو اي نعم ممكن تكون جرامر معقده وحاجات معقده شويه، بس هو لا كاوفرول لو هتقارنه بايلتس او توفل لا سهل، واعتقد اي حد يقدر يحله يعني بمستوى الثانويه العامه، بمستوى طالب الثانويه العامه يقدر يأدي فيه بشكل كويس. بعد كده جه الرياضه والحمد لله اديت فيه كويس، بعد كده جت امتحان الفيزياء اديت فيه بشكل اقل شويه، لكن قدرت ان انا اوضح بقدر الامكان كل او اطلع كل اللي جوايا في الورقه، وقدرت ان انا ادي فيه بشكل معقول الحمد لله. بعد كده الكيمياء، وده تقريبا اقل امتحان اديت فيه لانه كان مختلف شويه وكان فيه معادلات كتيره جدا، والحاجات ديت انا كنت فاكر اغلبها من الثانويه العامه، فحاولت بقدر الامكان او في الثانويه العامه كانوا بيدرسونا ازاي تعمل معادله وازاي تركب معادله وازاي تطلع النواتج على اساس المتفاعلات والنواتج والعلاقات ما بينهم والكلام اللي زي ده، انا اصلا مش فاكره اصلا دلوقتي خالص، لكن بمراجعات وحاجات قبل الامتحان قدرت الحمد لله أدي فيها بشكل محترم. فده كان بالنسبة للامتحانات، والحمد لله الامتحانات عدت بشكل بخير برضو، وكنا عدد محترم من الطلبة بياخد الامتحانات، عدى مننا أو نجح مننا حوالي طالبين أو ثلاثة، كنا طالبين أنا وبنت كمان معايا. وبس ده كان بالنسبة للامتحانات. لو بالنسبة للتحضير للامتحانات، أنا حضرت الامتحانات من كتب الثانويه العامه وبعض الكتب اللي انا كنت بدرسها في اعدادي هندسه، لان كنت دخلت هندسه في جامعه طنطا، كنت استعملت في الكيمياء برضه، كنا بندرس كيمياء في اعدادي هندسه وبندرس فيزياء وكلام من ده، فالحاجات ديت برضه تعتبر فادتني شويه زائد كتب الثانويه العامه. الرياضه بالذات برضو كان كتب الهندسه اعداد الهندسه كانت بتفيدني اكتر يعني من كتب الثانويه العامه، لان كان مستواها اعلى شويه. بعد النجاح في الامتحانات السفاره بتبدا تبلغ الطلبه اللي موجودين كلهم سواء اللي نجحوا اللي اترفض او اللي رسب في الامتحانات، بتبلغك وبتعرفك ان انت نجحت وبتبدا تجهز للانترفيو بتاعك حوالي تقريبا بعدها بحوالي اسبوع او اتنين زي ما قلنا. بعد كده في تجهز اوراقك وتبدا تروح للسفاره. النجاح في الخطوتين الاولانيين اداني دعم كبير جدا واداني ثقه كبيره جدا، وده اعتقد كان ساعدتني كتير جدا بعد توفيق ربنا وفضل ربنا في المقابله. الاسئله في المقابله اعتقد سهله جدا واعتقد بسيطه جدا، بيبدا بيحاول يتاكد الاول ان الكلام اللي انت كاتبه في الابلكيشن بتاعك منطبق مع اللي انت هتتكلمه في او اللي انت هتقوله في الانترفيو، فبيبدا يسالك اسئله على هذا الاساس،
اللي هو انت ليه اخترت اليابان، اللي هو انت متأكد ان انت مهتم بان انت تدرس في اليابان وان انت تدرس باللغة اليابانية والثقافة والشعب مختلف تماما، هل هتقدر تتعايش مع الكلام ده والحاجات النقط اللي هي تأكيدا بس ان انت فعلا عندك الرغبة وعندك الاهتمام وبس. كانت المقابلة على أساس كده، وكان المقابلة كان في ناس مصريين، دكاترة مصريين موجودين، وكان في ناس يابانيين موجودين، وفي ناس من السفارة كانوا موجودين. فكانت المقابلة كانت بسيطة جدا وما كانش فيها حاجة معقدة خالص يعني. وبعد كده بيعرفك الإجابة بتاعته أو القبول أو الرفض برضه أو النجاح في المقابلة أو عدمه بعد فترة قليلة جدا، ويبدأ لو في أي تعديلات في الأوراق بتاعك بيطلبها منك. وبعد كده بيبدأ ورقك بيسافر لليابان، وبتبدأ الميكس نفسها هي اللي تقيم ورقك ما بين الطلبة اللي متقدمين للمنحة. وبعد كده تقريبا انت ما فيش حاجة بتعملها في ايدك، والميكس بتقرر وبتحدد لك الجامعة لو انت نجحت اللي انت هتدرس فيها اللغة، وبعد كده بتحدد لك الجامعة اللي انت هتدرس فيها لما بتيجي هنا اليابان وبتدرس وتتخرج من مدرسة اللغة او جامعة اللغة.